أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الرياضية. بداية، تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مراسلة من نظيرتها الإفريقية تبلغها بتسليم قائمة أولية مكونة من 55 لاعبا معنية بالمشاركة في الكان المقررة بالكوتيفوار. كما قررت في هذا الصدد الكاف رفع قائمة اللاعبين الرسمية من 23 لاعبا إلى 27 لاعبا. في خبر آخر، تلقى المنتخب الوطني الجزائري هدية ثمينة من نظيره البوتسوانية في بداية سباقه نحو اقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس العالم لعام 2026، حيث أطاح منتخب بوتسوانا بضيفه غينيا بنتيجة هدف مقابل صفر، ما جعل الخضر ينفردون بالصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 3 نقاط. في موضوع آخر، أعلنت شركة كوندور اليوم الثلاثاء عن توقيعها لعقد رعاية مع نادي أهلي برج بوريريج لمدة موسم واحد لتنقذ الفريق الذي كان على وشك الزوال بسبب المشاكل المالية. في خبر آخر، تواجد نجم المنتخب الوطني الجزائري ونادي الأهلي السعودي رياض محرز على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لجوائز جلوب سوكر الممنوحة من قبل شركة سيلفا للاستثمارات الدولية، وسينافس نجم الخضر للظفر بهذه الجائزة أبرز نجوم الكرة المستديرة، أبرزهم نجم النصر والاتحاد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. نهاية الجولة الرياضية، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.